حقنا برك ما طالبين والو. كاين شي ناس ماك سامع بيهم راهم ساكنين في ديار مش ديار تقدر تقول في بلايص تروهم ما يطربوش فيهم الانسان يطربو فيهم الكلاب عشان تمي طالبين حقنا. كاين شي ناس لا مازال دركا ساكن في قربي عنده يبات في الكرطون يخدم على عائله يخدم على خمسه من الناس مي ما لحقش مي الجزائر المهم تعطينا حقنا طالبوا غير بارض ولا زوجه من الشباب كاع كيما راهم لا خدمه لا والو ما كاين والو مي كاين حاجه برك عطينا حقنا برك ونحوسوا على ارض برك سيدي. درنا اليوم وقفه احتجاجيه امام مقر ولايه عرضيه نطلب من السيد الوالي يديرنا تحقيق في بالنسبه لقطاع الاراضي هذه. رانا شغل شباب في مرحله لازم علينا بحالك من وقت هذا نشوفوا روحنا كرادي احنا ما عندناش اللي راه يشوف فينا نروحوا لرؤساء الجمعيات يقول لك انا خاطيني نجوا هنا الوالي السابق يعطينا عطانا شحال من وعد ما كان والو دركا درجه الحراره عندنا احنا مخليين الخدمه تاعنا جايين هنا واقفين ما كان والو رانا جينا البارح وجينا اليوم وقت شايف مازال ما عندناش استقبال كاع ما دارولناش وكاع ما عنديش قيمه في الجزائر احنا رانا شغل رانا كاع مواطنين وكاع ناخذ لازم الواحد يشوف هذا رانا شغل راه القوي دوك يقول الضعيف ولا الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حنا اليوم هاد الشباب اللي راه دركا واقف أمام مقر الولاية جاي طالب في حقه في السكن الريفي بما أن الوالي السابق تم وعدنا بوعود فذلك شغل الشباب راه محتاج وأغلبية الشباب هادم راه عندهم ما بين 25 سنة بدون عمل بدون أي شيء ما داش حق من هذه الدولة.